هذه الكره الان تلعب ناحيه بيدرو، بيدرو لكن الضغط على بيدرو والكره تتخلص من امام بيدرو، تعود الان اماميه ناحيه ميشيل ألونغا، اخذها ألونغا امام الزميله في النادي يوسف، لكنه مر الان ألونغا. كينيا تفعلها كينيا وتسجل ثاني الاهداف. كينيا مرعبة، كينيا فعلت ذلك، وميشيل ألونغا يحمل على اكتاف منتخب بلاده من خلال هذه المواجهه لانها تعني الكثير والكثير لكينيا، تعني الكثير والكثير لل 15,000 الحاضرين والموجودين او 16,000 الحاضرين والموجودين. هنا مطالبه بيدرو بالخطا، حكم اللقاء قال بان الامور طبيعيه، لعبت خلف المدافعين، اخذهم ميشيل ألونغا او اخذ يوسف بهكذا طريقه ومروا عده، بعد ذلك لعب الزياده العدديه التي كانت من نوندي اوبيرو، سجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني، الزياده الموجوده العدديه التي كانت من نوندي، وكان ثاني الاهداف. هذا ميشيل ألونغا سعيد فرحان جدا، وتحس انه سيصلون الى كاس العالم، هكذا تعني لهم هذه المواجهه، هكذا تعني لهم ان يواجهوا صاحب المركز 59 على مستوى العالم. ها بين ارضه هنا وهذا الشغف الكبير اللي عندهم وعند جماهيرهم، ولذلك تصبح النتيجه 2 كينيا 1 العنابي، 2-1. هكذا هي البداية مع كارلوس كيروش. عبد العزيز حاتم يحاول، نشاهد هذه الكرة الآن التي تبعد إلى خارج أرضية الملعب، ولا